إلى مواقف القادة الشيخ زايد بن سلطان الأستاذ محمد كان في لندن أثناء المعركة، ولاحظ أنه وسائل الإعلام الأجنبية الغربية. الإنجليزية والغربية منحازة بشكل كبير بالتأكيد طبعا. إلى إسرائيل في هذه المعركة. قام بجمع 40 بدعوة 40 من مراسلين وصحفيين وأرسلهم على نفقته الخاصة إلى جبهات القتال لكي ينقلوا ما يرونه لا لا هناك. يعني هذا الفكر المتقدم ساعتها، ده بالتأكيد متقدم جدا، متقدم. بس يعني لمس مدى أهمية شوف، الإعلام. أنا شخصيا عندي حالة إعجاب دائم بالشيخ زايد، إنه هذه التجربة الوحدوية، إذا كانت التجربة المصرية السورية لم يكتب لها نجاح برضه لمؤامرات كثيرة جدا، إلا إنه هذا الرجل الذي استطاع توحيد السبع إمارات الصغيرة في دولة النهاردة بقت تساوي رقم صعب الحقيقة على الخريطة العربية والخريطة الإقليمية، كان عنده بعد نظر الحقيقة، يعني عنده بعد نظر في كلماته اللي قلناها بتاعت المقارنة بين الدم والبترول، إنه النهاردة لما بيتكلم على الإعلام بهذا الشكل، إنه يقدر الإعلام هو العين اللي بتبصر عشان تنقل الحقائق. وخلي بال حضرتك انه الامريكان متورطين، حتى راسهم هم اللي عملوا الثغره، يعني هم الذين ساعدوا القوات الصهيونيه في ان تخترق الفاصل ما بين الجيش الثاني والثالث وتعمل ثغره الدفرسوار طبعا عشان يساوم، يبدا فيه المساومه. وحتى الان وسائل الاعلام الصهيونيه بتتكلم على انه الثغره دي نوع من الانتصار حتى الان يعني. فلما الشيخ زايد يبعت هؤلاء الـ40 مراسل فيروا بأعينهم كيف عبرنا القناة وهي أكبر مانع مائي في التاريخ، كيف دمرنا خط بارليف اللي كانوا كل خبراء العسكرية في العالم بيقولوا إن إحنا لابد من قنبلة ذرية عشان نعمل ثغرة واحدة، فإذا بمدفع المية اللي اخترعه المقدم باقي زكي يوسف لأنه خد الفكرة، طبعا لأنه كان شغال في السد العالي وشاف تجريف الحصى والرمل في السد العالي في مايو 69 يا أستاذ عمرو، مايو 69، وشاهدوا برضو هؤلاء الإعلاميون الذين ذهبوا شاهدوا حائط الصواريخ اللي انتهى نعم 30 يونيو سنة 70، والذي قطع ذراع الطولة للصهاينة لمدة لمسافة 15 كيلو في شرق القناة اللي هو اللي احنا وصلنا له، ده آخر مدى وصل له الجندي المصري 15 ل 20 كيلو. كيلو. فدي كلها حقائق كانت موجودة على الأرض. الثغرة بقى ده لعب أمريكي، وطبعا أنت عارف حضرتك الجسر الجوي اللي مش كانش جسر بقى، ده كان والإعلام جسور. الغربي لعب على هذا الموضوع وفطن الشيخ زايد رحمه الله إلى هذا الأمر، ومن ثم يعني قام أرسل بهذه هؤلاء المبادرة. الإعلاميين وكانوا بينقلوا بقى، يعني ما يقدرش يجذب اللي واقف على الجبهة، صحيح. ما يقدرش يجذب لأنه بينقل الحقائق وبينقل صور. ومش